هيئة الانتخابات تنشر نص القرار الترتيبي الخاص بقواعد الترشح للانتخابات الرئاسية وإجراءاتها. و59 مترشحا محتملا يسحبون أنموذج التزكيات الشعبية إلى حدود منتصف نهار هذا اليوم. في ظل تفشي ذبابة ثمار الزيتون بعدد من جهات البلاد دعوة لتدخل الدولة العاجل لمكافحتها والحفاظ على صابة الزيتون. 80 شهيدا وعشرات المصابين في 3 مجازر صهيونية خلال 24 ساعة الأخيرة بقطاع غزة. وبريطانيا تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانها وتنفيذ حل الدولتين. مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم. نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم نص القرار الترتيبي الخاص بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر القادم. ويتضمن القرار الترتيبي شروط الترشح وإجراءات التزكية والوثائق المطلوبة والمرفقة لمطالب الترشح لخوض هذه الانتخابات. وكانت هيئة الانتخابات أعلنت في 4 جويلية الجاري شروط الترشح لهذه الانتخابات ورزنامتها وأهم محطاتها، ومن بينها فترة تقديم الترشحات التي تتراوح بين 29 جويلية و6 أوت القادم، ثم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين في 3 سبتمبر المقبل وانطلاق الحملات الانتخابية داخل تونس وخارجها. وفي تصريح لقسم الأخبار قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء عبروجي، قالت إن مفهوم الرقابة على الفضاء العام خلال الفترة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس يشمل كل وسائل الإعلام بأنواعها بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن ما ورد في بلاغ الهيئة أمس بخصوص موانع الفضاء العام خلال الفترة الانتخابية لا يتعلق بالنقد البناء لعمل الهيئة. يعني فترة ما قبل الحملة اللي انطلقت البارح 14/7 يحكمها القانون الانتخابي اللي فيه 3 جرائم واضحة: منع الإشهار السياسي، منع من نشر صبر الآراء، وكذلك تخصيص رقم النداء. نحكيه أيضا على نشر الأخبار الزائفة، نشر الإشاعات الكاذبة، نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالهيئة أو بالغير أو بالمترشحين المحتملين، التشويه. إذا كان ثبت وأنه تم ارتكاب هذه المخالفات والجرائم، راهي الهيئة باش تعينها عن طريق المركز الرصد نتاعها ومراسلة النيابة العمومية للبت فيها. راهو رقابة الفضاء العام اللي باش نحكيو عليه، راهو هو وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام الخاصة والعمومية زادة، هذوما الكل لازمهم يتقيدوا بالقرار الترتيبي الهيئة باش تصادق عليه الجمعة هذه. وبخصوص تزكية الترشح للانتخابات الرئاسية، قالت عضو هيئة الانتخابات نجلاء عبروجي إن عدد الذين تحصلوا إلى حدود منتصف نهار اليوم على أنموذج التزكية الشعبية بلغ 59 شخصا، مشددة على أن كل مترشح يمكنه أن يجمع 10 تزكيات كاملة، إما فقط من نواب مجلس نواب الشعب أو من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم وليس كليهما معا. حدود اليوم يعني منتصف النهار عندنا 59 مترشح محتمل، بالنسبة لعدد هذه 59 في الداخل أو الخارج، تم سحب نموذج التزكية المشخصة من فرع المركزي بتاع الهيئة أو من الفروع الأخرى، عندنا 4 نساء، ولكن هذه الكل لازم يشفعوا بالشروط الأخرى. التزكيات الشعبية بتبقى النموذج وتكون أصلية وممضات معناها بقلم جاف وواضح، ما نقبلوش النسخ تمد إلا الأنموذج اللي هبطته الهيئة. المزكين 10,000 من الناخبين مسجلين على 10 دوائر انتخابية لا تقل الواحدة عن 500 مزكي. في خصوص التزكيات النيابية يكون معرف بالإمضاء عليها 10 نواب من الغرفة الأولى مجلس نواب الشعب، أو 10 كذلك نواب من الغرفة الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو 40 عضو من المجالس الأخرى المحلية المنتخبة، مع الضمان هذاك المالي متاع 10,000 دينار، مع كل شرط تقابله وثيقة الجنسية، السن، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. تفتح الترشحات يوم 29 جويلية 8 صباحا إلى يوم 6 أوت 6 مساء. أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن نزاهة الانتخابات وشفافيتها مرتبطة أساسا بتوفير مناخ إعلامي حر وتعددي وديمقراطي يلعب فيه الصحفيون ووسائل الإعلام بشكل مستقل دورا أساسيا في إنارة الرأي العام وفتح نقاش عام حول القضايا المتعلقة بالانتخابات وتوفير المعلومات الدقيقة والموضوعية قصد مواجهة خطابات التضليل والتوجيه.
وشددت النقابة في بيان أصدرته اليوم على أنه لا يمكن للصحفيين الحديث عن مسار انتخابي حقيقي دون توفر جملة من الشروط كضمان حرية العمل الصحفي واستقلالية الخطوط التحريرية للمؤسسات الإعلامية. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبر: لا يمكن الحديث على مناخ إعلامي وتعددي في علاقة بالانتخابات، لا يمكن أيضا الحديث على شفافية أو نزاهة للانتخابات طالما أنه الأوامر وطالما أنه محاولات السنطرة وترت هذا، بالإضافة إلى تواجد صحفيين مسجونين وناس نعتبرهم سجناء رأي تم السجن بهم على خلفية آرائهم قدموها في وسائل الإعلام، وبالتالي جرت العادة أنه في مناخ انتخابي يتم إحداث نقاش مجتمعي حول برامج المترشحين، هذا كله إلى حد الآن غاية، هذا هو الإشكال اللي يطرح نفسه، بالتالي كنقابة سنصدر في المدى القريب توجيهات حول التغطية الإعلامية للانتخابات خاصة في ظل تغييب وتجميد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتعويضها بهيئة الانتخابات. انطلقت اليوم الأيام الإعلامية حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لتتواصل إلى 24 من جويلية القادم، متضمنة عروضا مختلفة بشأن مستجدات التوجيه الجامعي بمشاركة 12 مؤسسة جامعية، والانطلاقة اليوم وغدا من جامعة تونس المنار. الزميلة نجاة حسن واكبت انطلاق هذه الفعالية وتحدثت مع عدد من الطلبة. مش نسأل على حاجات يعني مش فهمتهم، بنعمل بريباراتوار يعني نحب نعرف سكوري اسكو يوصلني ولا لا، توضح لك برشا حاجات انت نجم في الدليل الجامعي هذاك ما يوري لكش برشا حاجات. واسك فما امبيغويتي في التوجيه ما نعرفوش كيفاش نعمروا، نخافوا نخسروا الرون، كيفاش نختاروا على انو اساس، حابين نجيو اليوم باش نشوفوا مثلا علاش نختار البريبا هذه مش البريبا هذه ولا الفاك هذه مش الفاك هذه، فما عباد مختصين اكثر منا لهنا نجموا يواجهونا، نجموا يراو فيزيون احنا ما رينهاش في مستقبلنا، فما عباد جيت بفكره وخرجت بفكره اخرى. نحب نعرف اكثر معلومات على المستقبل، معناها هذا لازم معناتها واحد مختص في الشيء هذاك مش ينصحك خير خاطر باش تقرا حتى ما تنجمش تفهم ساعات. انا مثلا كتبت توجيه نقرا فيه مش فما حد شيء، معناها دونك كي جيت هنا خير بياسر. رئيس مصلحة الشؤون الطالبية بجامعة تونس المنار السادق محرز أكد أن هذه الأيام تضم مختلف الاختصاصات وتهدف إلى تبسيط المعطيات المتعلقة بعملية التوجيه. أيام الجهوية هذه موجهة لحاملي البكالوريا الجدد، قصد توجيههم وإرشادهم. اليوم نستدعوا المؤسسات الجامعية ترجع بالنظر لجامعة تونس المنار، هي تضم جميع الاختصاصات يعني من شعب علمية، العلوم الصحيحة، العلوم الطبية، العلوم الإنسانية، في الستاند موجودين كل مبحثين هنا. دورنا أن نوجه طلب الجدد نفهمهم في عروض التكوين اللي توفرها جامعة تونس المنار، هي 12 مؤسسة اللي هما معنيين بالتوجيه. وانطلقت اليوم بتونس تظاهرة شهر التونسيين بالخارج لتتواصل إلى غاية 15 من أوت القادم ببادرة من جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أتيوغ. وتتضمن التظاهرة سلسلة من الفعاليات والندوات من ضمنها تنظيم منتدى تونس العالمي في 23 من جويلية الحالية بحضور حوالي 1500 مشارك وما يزيد عن 100 شركة وشركة ناشئة ومؤسسات وطنية ودولية. عضو جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أتيوغ أمين العش: باش يكونوا عندنا تظاهرات اللي نستفيدوا من وجود التجاري التونسيه في تونس العطله الصيفيه، نستفيدوا منها باش نتعرفوا عليها اكثر وباش نربطوها بالواقع التونسي وبالشركات التونسيه وعالم الاعمال في تونس. الشهر هذا مش تكون عند احداث، الحدث الاول ان شاء الله هو منتدى تونيزيا جلوبال فورم اللي هو منتدى تونس العالمي، هو منتدى اعمال بصفه اولى، باش يكون في تقريبا 1500 زائر، 100 شركه وستارت اب، شركه ناشئه اللي باش يجيو ان شاء الله مع حاضنه الاعمال نتاعهم، باش يكون في عدد من الخبراء وعدد من ورشات العمل اللي باش نحكيو فيها على عدد مواضيع كيما الجالية، كيما التحول الطاقي والبيئي، كيما التكنولوجيا، كيما البحث العلمي، وفما عدد من الفعاليات مش نظموها في الجهات يعني طول الشهر هذا في الحمامات، في الكاف، في تليانة، في ساقط، في جربة، في جابر، في توزر، في سوسة. يشتكي فلاحو عدد من مناطق الجمهورية وخاصة المناطق الأكثر رطوبة ومنها جربة وجرجيس والمنستير وسوسة والمهدية، يشتكون من انتشار ما يعرف بذبابة ثمار الزيتون التي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة خاصة عند إهمال مكافحتها. وفي هذا السياق قال الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني خلال تدخل هاتفي له اليوم في حصة المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، قال إن ذبابة الزيتون تصيب بالأساس زيتون الطاولة وتمر إلى الفصائل الأخرى من الزيتون الموجودة في نفس الضيعة،
داعيا الدولة إلى تدخل العاجل للحفاظ على صابة الزيتون في تونس، ومن ثمة الحفاظ على صادرات تونس من زيت الزيتون. هي قديمة موجودة من قبل في الزيتون، ممكن وجودها أكثر ملفت للانتباه. نقيسوا بعدد الفلاحين اللي كانوا ضحية لها. ذبابة تضرب الكعبة في بداياتها وتولي تقع فيها إن كنت كحل. وقت اللي عندك زيتون طاولة وجيت وهيك الذبابة بطبيعة الحال مش تتعدى الفصيلة أخرى وتعديت الأخرى، سواء الكورونيكي ولا الأصناف الأجنبية ولا الشتوي نتاعنا والشمليلي نتاعنا اللي هو 65% يمثل تقريبا من الزيتون التونسي. هذه المعضلة الكبرى، والدولة نفسها هي عندها الواجب أن في القضايا الكبرى اللي عندها علاقة بالأمن القومي هذايا، لأنه الصابة نتاعك أنت ضربت ولي جودة ولي سمعة بلادك، وإحنا في نفس الوقت وبالتوازي نشوفه بتونس قاعدة تحصل على جواز ما شاء الله في الخارج. لكن هل إحنا قبل ما نوصلوا للترويج والتسويق وإلى غير ذلك قمنا لحماية صابتنا من الآفات والحشرات؟ هنا في تدخل الدولة يولي ضروري، لأنه في الأمور هذه ما نجموش نعملوا كان على الفلاح اللي عنده مسؤولية. إحنا واجبنا والدولة هي واجبها توعي وتقضي، وأن استوجب الأمر تقوم بعملية المداواة والوقاية البيئية عبر الطائرات والتراكتورات إلى غير ذلك بالرش. شهدت المنطقة السياحية ياسمين الحمامات خلال شهر جوان المنقضي تطورا إيجابيا من حيث عدد الوافدين الذي فاق 13.8% وعدد الليالي المقضات ب 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة ياسمين الحمامات خالد قلوعية في تصريح لمراسلتنا بالجهة فاطمة بن عثمان، مؤكدا أن السوق المحلية تبقى في المرتبة الأولى. تطور إيجابي في عدد الوافدين، حيث سجلنا 66,926 وافد بتطور إيجابي قدر ب 13.8% مقارنة بسنة 2023. بالنسبة لعدد المقضات سجلنا تطور إيجابي قدر ب 12% حيث سجلنا 286,991 زائر للمنطقة السياحية. نسبة إشغال الأسرة سجلت تطور إيجابي قدر ب 5.3 نقطة. أهم الأسواق السوق التونسية تبقى محتلة المرتبة الأولى، سجلنا 73,786 زائر خلال جوان. وبالنسبة لبقية الأسواق على غرار السوق الجزائرية احتلت تقريبا المرتبة الرابعة في عدد الليالي المقضات، سجلت تطور إيجابي قدر ب 61.9% حيث سجلنا 22,734 وافد من الجزائر الشقيق، وسجلنا تطور إيجابي بالنسبة للسوق الفرنسية وكذلك بالنسبة للسوق البريطانية حسب المؤشرات اللي عنا توم. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. إلى آخر تطورات العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، فقد تخطت حصيلة الشهداء الذين سقطوا من جراء العدوان المستمر منذ أكثر من 9 أشهر على قطاع غزة إلى 38,660 شهيدا، في حين تجاوزت حصيلة الإصابات 89,000 إصابة وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة في قطاع غزة. هذا وارتكبت قوات الاحتلال في الساعات 24 الماضية 3 مجازر جديدة خلال قصفها مواقع على المدنيين في جنوب ووسط وشمال القطاع، ذهب ضحيتها 80 شهيدا نقلت جثامينهم إلى المستشفيات، فيما يزال آخرون تحت الأنقاض. وفي ردها على العدوان الإسرائيلي استهدفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال في مدينة رفح موقعة في صفوفهم عددا من القتلى والجرحى. على الصعيد السياسي، دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عقب اتصالين هاتفيين أجرهما اليوم مع كل من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع وشدد على ضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وإيجاد طريق لتنفيذ حل الدولتين. جاء ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإسرائيلي أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في القطاع دون إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية ومع استمرار الضغط العسكري على حركة حماس. ومن جهته أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليوم أنه لن يوافق على أي صفقة لتبادل الأسرى مع حماس حتى ولو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية. على الجبهة اللبنانية، استهدف حزب الله اليوم بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال في محيط ثكنة قبالة الحدود الجنوبية للبنان موقعا في صفوفه إصابات مؤكدة، ودمر مقاتلو حزب الله بالصواريخ الموجهة تجهيزات تجسس تابعة لجيش الاحتلال قرب الحدود اللبنانية.
وأعلنت القناة الثانية عشرة العبرية اليوم رصد 3 صواريخ أطلقت من لبنان على مستوطنة كريتشمونة بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار. في غضون ذلك أكد رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان استعداد عناصر اليونيفال للمساعدة في تخفيف التصعيد على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية. إلى هنا مستمعينا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري المسائي قدمناه لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية. إليكم تذكيرا بأبرز عناوينه. هيئة الانتخابات تنشر نص القرار الترتيبي الخاص بقواعد الترشح للانتخابات الرئاسية وإجراءاتها. و59 مترشحا محتملا يسحبون أنموذج التزكيات الشعبية إلى حدود منتصف نهار هذا اليوم. في ظل تفشي ذبابة ثمار الزيتون بعدد من جهات البلاد دعوة لتدخل الدولة العاجل لمكافحتها والحفاظ على صابة الزيتون. 80 شهيدا وعشرات المصابين في 3 مجازر صهيونية خلال 24 ساعة الأخيرة بقطاع غزة. وبريطانيا تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانها وتنفيذ حل الدولتين. نهاية ونشر مع أجمل تحيات كامل الفريق. المشوار متواصل بعد قليل على موجتنا مع معز الغربي وموعد متجدد من برنامج على الموجة. متابعة طيبة للجميع في أمان الله. انتي تونسي عندك بطاقة